أربع محاور رئيسية، أربع أضلاع: المدرسة والمنهج والمدرس، وفي التعليم الفني بالذات بقى الضلع الرابع الأهم في رأيي أنا، وهو الشراكة مع سوق العمل في كل أركان هذه العملية، من أول المواصفات وانتهاء بالتقويم وما بينهما من عملية تعليمية وتدريبية. شراكة حقيقية وكاملة وتحمل مسؤولية بالكامل، وليس فقط تعاون أو يعني كده يعني نشارك في حاجة، لا، تحمل مسؤولية. ليه؟ لأنه احنا في كل الوقت، ما حضرتك اتفضلت قلت من شوية، الصناعة بتقول احنا عندنا فرص عمل بس مش لاقيين فنيين مهرة. طيب خلاص يا سيدي، احنا كتعليم بنأدي دورنا وفق إمكانياتنا، وحضرتك مستفيد من هذه الخدمة. صحيح. يبقى لازم نتشارك ونتحمل مسؤولية سوا عشان تدرب الولاد دول عندك وتدرب مدرسينا كمان، وكمان الفنيين اللي عندك يجي يدربوا عندنا في المدرسه، وبالتالي هذه الشراكه وهذه المسؤوليه نتحملها سويا عشان الولاد دول. يبقى بعد كده انت بتستثمر في مستقبلك كسوق عمل او كمصنع او كشركه، واحنا كمان بنأدي خدمه منضبطه وتدريب حقيقي للولاد. ده كلام يبان في اطار نظري، لكن تحقيقه بقى محتاج حاجات كتير قوي تتعمل. ده اللي احنا بنشتغل عليه في الاربع اضلاع اللي اتكلمنا عليهم: المدرسه، المنهج، المدرس، والشراكة. لو جينا المناهج، عشان بس ده بدأنا بإيه من دول بقى من المعاهد؟ بنبدأ كله مع بعض. هذا التعليم الفني يا أستاذ رمنا والدكتور معتز في كل الدنيا لا يمكن يتحل حتة حتة، لا يمكن. كل المحاور دي شغالة مع بعضها. ليه؟ لأن لو سبت عملت شغل أنا هنا وسبت حتة ثانية ما تجيبش نفس النتيجة أبدا. والتالي عشان كده بنشتغل في المناهج، المناهج بقى اللي هي بيسموها إيه؟ اللي هي المناهج اللي بتنسج من الألف إلى الياء بالشراكه مع سوق العمل. ليه؟ لان انا بعمل منهج عندي بعمله ليه؟ بعمله عشان اكسب. طب لازم اعرف سوق العمل نفسه هو يقول لي ايه هو المهارات اللي عاوزها في تخصص ما.